بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا مبسوط ان انا اجتمع معاكم النهارده، ويمكن ده ربما يكون اول لقاء مع شمامسة نجبل كلهم، فاللقاء جه متاخر، لكن ربنا يكون ده بدايه للقاءات اخرى متعدده. اول نقطه انا بس عايز اوضح ان خدمه الشماسيه هي مسؤوليه ووزنه وليست مجرد بركه. يعني احيانا نرسم اطفال كتير شمامسه، وبعدين يوصلوا لسن المراهقه ويبطلوا يلبسوا، وبعدين يكبروا ويتجوزوا ويبقى عندهم ولاد ويجوا الكنيسة بس برضو ما بيخدموش. فلما نيجي نروح نزور حد في الافتقاد مثلا، وبعدين واحد يقول لي أنا مرسوم شماس من 30-35 سنة، فأقول له طيب ما بتخدمش شماس ليه؟ خلاص يعني أنا أخدت البركة، يعني غيري بقى يبتدي يخدمه كده. المفهوم ده غلط. الشمسية دي مسؤولية ووزن، ربنا اداك الوزن دي. هيجي ربنا في اليوم الأخير يقول لك اعطي حساب وكالتك، ومن ضمن الحاجات اللي ربنا هيحاسبنا فيها هيقول لك انت اترسمت شماس، انت اترسمت أبسلطس، هل انت قمت بدورك كأبسلطس في انك تتعلم ألحان الكنيسة وتسبح في الكنيسة وأيضا تحافظ على هذا التراث وتسلمه من جيل لجيل؟ أنت ترسمت أغنسطس، هل قمت بمسؤوليتك؟ هل كنت وكيل أمين حكيم؟ في قريت الكتاب المقدس ده في الوصية بنقول للأغنسطس ادرس واحدا فواحدا من فصول الكتاب المقدس. أنا عايز أسأل الأغنسطسيين الموجود معانا، هل أنت درست واحدا من واحدا في مفصول الكتاب المقدس زي ما تقلك يوم رسمتك؟ وهل لما أنت بتقرأ فهمك اللي أنت بتقرأه، وهل تستطيع أن تشرحه؟ لأن الأغنسطس يقولك يقرأ ويفسر الكتب المقدسة وهكذا. فدي مسؤولية ودي وزنة. وكتير من البيرنس يحبوا ولادهم يترسموا شمامسة ويجيبوهم مجرد عايز يفرح ان ابنه ترسم شمامسة، بدون ان يدرك ان هو بيحمل ابنه مسؤولية. ولو ابنه خد الوزن دي واهمل فيها هيبقى مهمل في وزن ربنا اتمنه عليها. فاللي منا اباء لازم يفهم ولاده ان دي مسؤولية ودي وزنة ربنا هيسألنا في اليوم الاخير اعطي حساب وكالتك. اوعى بس تبقى فرحان انك تخلي ابنك يترسم وفرحت بالرسامة وان لبس التونية، انما ماذا فعل في الامانة وفي الحكمة في استخدام الوزن؟ لان ربنا دايما بيشترط شرطين في استخدام اي وزن. يقول من هو الوكيل الامين الحكيم، يعني عشان تستخدم أي وزنة في أمانة وحكمة. طب تعالوا مثلا ناخد كده رتبة رتبة، مثلا الإبسلطس، هل في أمانة في حفظ الألحان والتسبحة والحفاظ على التراث؟ هل بنحفظ الألحان؟ هل كل الإبسلطس بيجتهدوا؟ ده إحنا كنا حاطين عندنا في الإبرشية شرط عشان واحدة ترسم إبسلطس يكون حافظ على الأقل مردات القداس، باستثناء يمكن زي طيشوري كمرد كبير أو كده، إنما مردات القداس كلها سهل مفروض يكون حافظها. فجأة كده لقيت إن المردات دلت اختزلوا إلى 5 مردات. الشعب يقول لي كده، يقول لي يا سيدنا أنا ابن حفظ الخمس مردات اللي المفروض يحفظهم عشان يترسم أبسلطس، معرفش مين اللي اختزلهم الى 5 مردات.
بالرغم على الويب سايت بتاعت الدايسيس مكتوب يبقى حافظ كل المرضات. الأغنوستس مثلا هل هو أمين في القراءة الجيدة؟ لما تقرأ نحمية إصحاح 8 وتشوف ناس قروا، يعني أقول لكم كده على كم آية في نحمية إصحاح 8 تبين لكم قد إيه القراءة دي مهمة ومسؤولية للي بيقرأ. أحيانا اللي بيقرأ ده بيقرأ محدش فاهم منه حاجة، يقرأ لنفسه، يبقى قاعد كده بيقرأ كده بهدوء وبصوت واطي، يقول في البدء كان الكلمة وكلمة كان عند الله وكان الكلمة والله، هذا كان محدش فاهم حاجة. أنت مش بتقرأ لنفسك، أنت بتقرأ للآخرين. اللي يقرأ ده لازم يكون فيه ثلاث حاجات على الأقل. الحاجة الأولى بصوت عالي وببطء، وبعدين بيعطي الفهم. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان كلمة الله. شوف نحمية صح 8 يقول ايه، يقول عدد 8 يقول وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. يعني ببيان، يعني ايه ببيان؟ يعني بيبين المعنى. بالإنجليزي يقول لك and they gave the sense، they gave the sense، وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. في ناس لما يقروا حد يفهم، حد يفهم خالص، يقرأ بسرعة وبصوت واطي. وانت عارفين مثلا قراية السؤال غير قراية الجواب. يعني مثلا فقال لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. دي آية 10 من إصحاح 8 من نحمية. تخيل بقى لو أنا قريتها بالطريقة دي، فقال لهم اذهبوا كل السليم السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم هو إنما هو مقدس لسيدنا. حاش يفهم حاجة. فهل أنا يعني أمين في أن أنا بدرب نفسي على القراءة وأيضا الفهم؟ لأن لو الواحد مش فاهم هيقرأ غلط. يعني أنا دائما بحكي قصة دي في عبرانيين إصحاح 8 حسب القطمارس، لما بيتكلم على العهد القديم والعهد الجديد، فبيقول ولا يعلم كل أحد ابن مدينته قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من كبيرهم إلى صغيرهم. الحقيقة في غلطة في القطمارس، إن كلمة ابن بدل نقطة واحدة هي نقطتين، هي أين. فلو واحد بقى مش فاهم وما قراش عبرانيين 8 ومش فاهم بيتكلم على إيه، واخد بالك، بتتقري أغلب الوقت بالطريقة دي، أغلب الوقت بتتقري كده. ولا يعلم كل واحد أين مدينته. تعال فكر كده في المعنى، محدش عارف المدينة بتاعته بقت فين. المعنى مش كده خالص. ده دليل ان هو عمره ما قرأ عبرانيين 8 ولا فاهم ايه اللي بيتكلم، الفرق بين العهد القديم او المعاهدة القديمة والمعاهدة الجديدة، فهو بيقرأ وخلاص. لكن لما يكون واحد قاري وفاهم الكتاب المقدس ده، عشان كده الكنيسة عملت رتبة اسمها أغنوستوس، الواحد يبقى قاري وفاهم. الإبدياكون، وهنا أنا عايز أتكلم على موضوع الإبدياكون شوية. يعني إحنا لغاية 3-4 سنين فاتت كنا بنرسم بس أبسلطس وأغنوستس، وبعدين لقينا إن إحنا عندنا زي ما موجود في أغلب الكنائس القبطية في العالم كله، إن الرتب غير مفعلة. يعني اللي بيعمله رئيس الشمامسة بيعمله الأبسلطس. الأبسلطس من يوم ما يترسم يروح مدخلينه الهيكل ويوزعوا عليه أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا. معرفش دي تقليد برضو دخل منين يعني.
يعني عشان يخدم جوه الهيكل ده المفروض يبقى دياكون كامل. ف يعني انا اجتمعت مع الاباء الكهنه واجتمعت مع مجموعه من الشعب كانوا موجودين في مؤتمر يعني، وقلت لهم الحقيقه قصدنا حاجه من حاجتين، يا اما نستمر في الخطا اللي موجود ده الى المنتهى، وانا ما عنديش مانع طالما الكنيسه كلها ماشيه كده خلاص انا امشي زي الكنيسه، بس يبقى بالطريقه دي ما فيش داعي ان انا اقعد ارسم ابسلطس وبعد سنتين ارسم اغنسطس، والرسامات دي زي النهارده بتاخد وقت طويل، فخلاص طالما الابسلطس بيعمل كل حاجه ليه بعد كده ارسمه اغنسطس وليه بعد كده ارسمه بدياكون؟ هو بيعمل كل حاجه يعني، هو مش محتاج حاجه ثانيه. يا اما نفعل الرتب، يعني نفعل الرتب يعني الابسلطس يبقى ابسلطس والاغنسطس يبقى اغنسطس والابزياكون يبقى بزياكون والدياكون يبقى دياكون الى اخره. فيعني بعد ما ناقشنا الموضوع ده مع اكتر من مجموعه، مع الاباء الكهنه ومع ناس من الخدام ومع ناس من الامهات بالذات كانوا في مؤتمر، الجميع اجمع ان لا تفعيل الرتب دي حاجه كويسه الا بعض استثناءات، يعني في ناس اعترضوا على الفكره دي لكن الاغلبيه قالت تفعيل الرتب. فقلنا طيب نبتدي نفعل الرتب. وباي ذا واي احنا ما عندناش فكره الترقيه، مش موجوده في الكنيسه، هي فكرة كل واحد بياخد فانكشن، يعني واحد بياخد فانكشن ان هو ابسلطس، واحد بياخد فانكشن ان هو اغنسطس قارئ، واحد بياخد فانكشن انه مساعد شماس سبديكون، واحد بياخد فانكشن انه دياكون. فكرة الترقية دي مش موجودة، يعني مين اقل، ان مين قال ان اغنسطس ده اعلى من الابسلطس؟ يعني انا افرض موهبتي في الالحان، حافظ الحان كويس واقدر اقود الالحان، خلاص يبقى انا بالنسبة لي رتبة الابسلطس دي كفاية بالنسبة لي. افرض انا ما بقراش كويس بس بحفظ كويس وبقدر اقول الالحان، خلاص يبقى اخد ابسلطس بس واكتفي بيها يعني. فقلنا طيب خلاص نبتدي نفعل الرتب على الاقل يوم السبت بالليل في العشية ويوم الحد في القداس، يوم السبت بالليل في العشية ويوم الحد في القداس، إن الأبسلطس يبقى هم المسؤولين على الترنيم والألحان والتسبيح والأغنسطس مسؤولين على القراءة، ونبتدي نرسم إبدياكون والإبدياكون دولت يخم اللي يخش يخدموا في الهيكل، لأن احنا ما عندناش دياكون. هو لك ليه ما عندناش دياكون في الإبرشين؟ و أنا عايز أسألكم سؤال، هو الإبدياكون ده كولينج ولا اختيار الإنسان عايز يترسم؟ الدعوة ولا مش دعوة؟ يعني مثلا الكهنوت معروف أن دعوة، يقول ولا يأخذ أحد هذه الدرجة إلا المدعو من الله كما هارون. طب هل الشماس الكامل ده مدعو ولا لا؟ وهل الإبدياكون دعوة ولا مش دعوة؟ لما تلاحظوا في رأس الشماسية في طقس رسامة الإبدياكون يبتدي الأب الأسقف يقول ندعوك في كنيسة الله المقدسة أمين، يبقى إذن هو دعوة. دعوة يعني ما ينفعش واحد يقول لك أنا عايز أبقى إبدياكون، زي ما ينفعش واحد يقول لك أنا عايز أبقى قسيس، أو ما ينفعش واحد يقول أنا عايز أبقى أسقف، لأن دي دعوة. ما ينفعش واحد يقول أنا عايز أبقى دياكون كامل ولا عايز أبقى إبدياكون، لأن دي دعوة. ومن هنا اتفقنا مع الآباء الكهنة انه في كل كنيسة يختاروا عدد معين اللي هو يكفي لخدمة يوم الحد ويوم السبت في العشية بالليل والحد الصبحية في القداس، ودولت يبتدوا يعني يتأكدوا ان هم مستعدين ان يتحملوا المسؤولية، مسؤولية الإبدياكون بأمانة وبحكمة. ودولت قلنا من في حاجات كتيرة مثلا علشان نقول دولت كواليفايد ان يترسموا بدياكون، زي الحضور. يعني قلنا مثلا يكون السنة اللي فاتت حاضر على الأقل 80% من العشيات ومن القداسات، لو واحد مش مواظب ازاي نرسمه؟ وقلنا مثلا يكون فاهم المردات بتاعت الهيكل، ويكون مثلا فاهم
ازاي يخدم في الهيكل، ازاي يمسك الشورى يقدمها لابونا الى اخره. ويقولنا برضو مفروض يكون عنده خبرة شوية في القداس، فاخترنا كتاب اللي هو المسيح في الافخارستية بتاع ابونا تدرس يعقوب، على اساس ان هو يذاكر الكتاب ده ويمتحن في هذا الكتاب، على اساس هو خدمته كلها حوالين المذبح والافخارستية. زي ما الريكويرمنت بتاعت الابسالتوس اختزلت في 5 مردات بس، بقت الفكرة بتاعت الابيدياكون هو يمتحن الامتحان ده وبس، مش مهم اي حاجة تانية، مش مهم يكون مواظب على الحضور، مش مهم يكون فاهم الخدمة في الهيكل ازاي الى اخره. وفكرة انها دعوة، ابتدى كل واحد عايز يبقى ابيدياكون، عايز يبقى ابيدياكون مجرد علشان احنا فاهمين انها ترقية، فزي يرقوا فلان وانا ما ترقاش، فانا عايز ابقى ابيدياكون. وفكرة انها بقت دعوة ما بقتش دعوة، وفجأة هنلاقي كل الأغنسطس اللي هم 21 سنة ان اب كلهم تحولوا بإبيدياكون، وفي ناس منهم عمرهم ما هيخشوا الهيكل يخدموا، ده باختيارهم. يعني مثلا القادة اللي بيرودوا اللي بيقودوا المرضات في الكنائس، طبعا بنشكرهم انهم حافظين وبيتعبوا في قيادة المرضات، بس دول عمرهم ما يسيبوا الميكروفون وهيخشوا جوه. طب ده ترسم إبيدياكون ليه؟ اللي بيداكن معناها يخدم في الهيكل. طب ده ترسم إبيدياكون ليه؟ لان فكره الترقيه ان انا لازم اترقى. لكن عشان كده بقول فكره الترقيه دي فكره غلط. وبعدين للاسف، وانا بقول للاسف وانا حزين، ان 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 ابتدى يحصل حتى غش في الامتحانات. يعني ابتدوا بدل ما يقروا الكتاب ويفهموه ويذاكروه، ابتدوا يعملوا الامتحان ياخدوا سكرين شوت من الأسئلة، فلو 10-15 خدوا السكرين شوت هيعرفوا كل الأسئلة، وابتدوا يدوروا على الأسئلة والإجابات، ابتدوا يعملوا ملازم ويوزعوها مع بعض ويقروا ده الحاجات دي وينجحوا. واحيانا بيجيبوا الملازم دي بالاجابات اللي موجوده معاهم وقت ما هو بياخد الامتحان ويبص عليها ويجاوب، يعني حتى مش مدي حتى نفسه وقت انه يقرا ويحفظ. وانا بقول الكلام ده وانا متاكد ان انا بقوله. طب ازاي واحد عايز يبقى ابيدياكون ويخدم في الهيكل يبقى جنب المذبح وفي نفس الوقت بيغش، وهو خد الامتحان ده بالغش؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ فين الأمانة؟ من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده؟ ده غير كده الإعداد نفسه لخدمة الهيكل، الإعداد لخدمة الهيكل ما بقاش موجود. يعني أقدر أقول أكتر من 95% من اللي بيخدموا في الهيكل من الإبيدياكون بيقولوا مرد أطلبه لكي يرحمنا الله في وجود الأسقف غلط. ده حاجة المفروض تكون عارفينها. يقولوا ازاي؟ يقولوا اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا. معلش علشان ايه اقولها بالضبط زي ما انتم بتقولوها. فيقول اطلب لك يرحمنا الله يترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة، وأن يحفظ حياة وقيام أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس وشريكه في الخدمة الأسرية أبينا الأسقف أنبا فلان لمغفرة خطايانا. يعني إزاي بتقول أنه يحفظ حياة سيدنا البطرك والأسقف لمغفرة خطايانا؟ الكلام ليس له معنى، بس هو مش هو ما حفظش، ما عرفش حتى ان دي بتتقال قبل ويجعلنا مستحقين. يعني هو المرض هنا بعد بالصلاح عنا في كل حين تضاف
وأن يحفظ حياته وقيام أبينا المكرم البابا الأنبا تواضروس وشريكه في الخدمة السرية فلان، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. يعني أن يجعلنا مستحق أن أنا أتناول عشان خطيئتي تتغفر، مش يحفظ حياة سيدنا البطرك والأصف عشان خطايا تتغفر. بس ده أغلبكم بتقولوا كده، وأنا بقول 95% أنا عارف النسبة اللي بقولها دي صح. وإبيدياكو الحاجات البسيطة حتى يمسك الشورية، تلاقي واحد جيب لي الشورية كده مسكها لي كده، وأنا أفرض أحط أي خمس أيادي بخور، وأنا بقى يعني أبقى ماسك المعلقة بتاعت البخور وأعرف إزاي أدخلها، يعني مش عارف إزاي يمسك الشورية صح. طب إزاي ده إبيدياكو وهيخدم في الهيكل؟ هو مجرد عشان نجح في الامتحان أو غش في الامتحان ونجح ينفع دي؟ هي دي الأمانة في الخدمة؟ فين المسؤولية هنا؟ أما حكاية تفعيل الرتب، هل ده يعني مجرد تشدد أو تزمت مننا في الإبرشية ولا لا؟ أنا عايز بس أقرأ معاكم في الإبيدياكون. الإبيدياكون بساعة الشماس، فالإبيدياكون بيولع الأنديل بتاع الشرقية، المفروض بيولع الشمع بتاع الهيكل، بيولع الشورية، بينشف الأواني، هو بيساعد الشماس الكامل. فشوفوا في صلوات رسالة الإبيدياكون، وعلى فكرة لما تدرس الطقس بتاع رسالة الإبيدياكون يشبه زي رسالة القسيس، يعني حتى نفس الصلوات، يعني الطلبة الأولى أيها الرب إله القوات الذي أتى بنا إلى نصيب هذه الخدمة الذي أقام عقل البشر، دي بالضبط اللي بتقال في رسالة الكاهن وفي رسالة الأسقف برضه، لأن دي دعوة. شوف الطلبة دي يقولوا إيه، يقولوا أنت الآن أيضا يا ملكنا أظهر وجهك على عبدك فلان الذي قدموه ليصير أبو ذياكو بحكم التزكية من قبل الذين قدموه في الوسط، يعني الناس اللي زكوه قدموه، لأن دي دعوة. املأه من روح قدسك لكي يستحق أن يلمس أواني الخدمة، وهشرح أواني يلمس أواني الخدمة، ويقف على أبواب الهيكل ويوقد سراج بيت صلواتك. يعني بنقول يا رب اديله نعمة عشان يولع الشمع اللي موجود في الهيكل ده، يلمس أواني الخدمة، يعني لما بينشفها برضو بيلمسها بالفافة، مش معناه أنه هو يلمسها من غير لفافة، لكن قبل كده ما كانش بيسمح، طبعا الأبسطس ما بيخشش الهيكل ولا الأغنوستوس، فهم غير مصرح لهم أن هم حتى ينشفوا الأواني بتاعت المذبح. اللي مصرح له أن ينشف أواني المذبح هو الإبيدياكو، ويمسكها بالفافة أو بفوطة وينشفها. وبنطلب أن ربنا يملأه من الروح القدس علشان يستطيع أن يلمس الأواني دي وينشفها، وعلشان يوقد سراج بيت صلواته، يولع الشمع بتاع الهيكل ويولع أنديل الشرقية. يعني الكنيسة بتطلب لكل واحد طلبة معينة علشان يستطيع ان هو يقوم بالخدمة بتاعته. انما احنا يعني الأبسطس بيخش ويقلع الشمع ويقلع الشورية ونشف الأواني وخلاص، يعني من غير ما بياخد البركة دي اللي احنا بنطلبها منه في الصلوات. فنفسي مفهوم الترقية ده يتلغي من ذهننا. دي وظيفة، مسؤولية، مسؤولية. وكل كنيسة، مش لازم كل واحد بأكتر من 21 يبقى بيدياكو، مش لازم. يعني أنا كنت بتكلم على أباء الكهنة، قلت لهم فرضا لو في دير الرهبان اللي فيه مثلا في 25 واحد ينفعوا يبقوا أسقفة، يروح يرسم كلهم أسقفة بس مجرد عشان هم ينفعوا يصلحوا يبقوا أسقفة؟ لا، لما بيحتاجوا بيرسموا. فرد مثلا في كنيسة من الكنائس عندنا خدام ممتازة، فعندي مثلا في الكنيسة دي 30 واحد ينفعوا يبقوا كهنة، نرسمهم كلهم كهنة؟ مش معنى ان واحد meets the qualification بتاعة ان هو يبقى بدياكون يترسم بدياكون، مش معناها كده. انما انا بشوف احتياجي ايه في الكنيسة هنا، ودول بس اللي يترسموا، لان دي دعوة، دعوة، مش مجرد واحد عايز
يترسم بدياكون. انما بخش كنايس الاقي كلهم بدياكون. طب وبعدين؟ وهنا لما نتكلم على المسؤولية بتتطلب أمانة وحكمة. هل أنا مثلا كبدياكون عارف دوري كشماس في الهيكل أو مساعد شماس في الهيكل؟ عارف دوري في الحفاظ على الهدوء والنظام في الكنيسة؟ يعني تلاقي مثلا كنائس عندها بدياكون كتير قوي قوي وبعدين راح عاملين لجنة نظام. يعني احنا ابتدى يعني الرتب تحل محلها لجان اخرى. يعني بدل الابسلطس بي عندنا كوايرز، وبدل الاغنوستس بي عندنا خدام مدارس احد، وبدل اللي بدي يكون بي عندنا اشرز والجان نظام. طب ما نخلي كل واحد في دوره. يعني طالما انت رسمت كميه ابيدياكون كفايه او الكنيسه فيها كميه ابيدياكون، يبقى هما اللي بيدياكون دولت اكشلي ناس هتخش منهم الهيكل والباقيين يمسكوا النظام في الكنيسه. ده دي مسؤوليتهم ان هما يقفوا على الابواب، ولما يكون حد بيصرخ ولا صوته عالي ولا بيتكلم دي مسؤوليتهم يحافظوا على النظام. ايه فرحتي ان انا زي النهارده مثلا عندي 30 40 ابيدياكون واقفين هنا والكنيسه دوشه؟ طب فين دور الابيدياكون هنا؟ فين دوره؟ ما ده دوره انه يحافظ على الهدوء في الكنيسة والنظام في الكنيسة. اما بقى ليه احنا ما بنرسمش دياكون عندنا في الابرشية؟ انا حقيقة مش ضد الفكرة، بس برضو عايز افعل الرتبة. يعني للأسف في اماكن كتيرة الدياكون الكامل ده مجرد واحد بيكون يعني راجل له وقار وقبول عند الناس بيرسموه عشان يساعد في التناول، لان الدياكون ممكن يناول الدم. وطبعا انه يناول الدم دي بركه كبيره، يعني انا ما بقللش من حته دي، ده كرامه وبركه كبيره. لكن الدياكون له دور في العمل الاداري في الكنيسه. يعني خدمه الدياكون زي ما نقراها في اعمال 6 اللي هي خدمه اخوه الرب، خدمه الارامل والايتام والفقراء والمحتاجين، دي مفروض خدمه الدياكون. احنا دلوقتي نعمل لجان لمساعدة اخوة الرب وما بقاش فيها ولا دياكون. والدياكون ده برضو مفروض بيكون مسؤول على الامور الادارية في الكنيسة. يعني مثلا المباني اللي الكنيسة بتقوم بيها، كل المنتنس بتاع الكنيسة، لان هي مسؤول على الامور الادارية. يعني المثلث الكهنوتي في كاهن مسؤول على الامور الروحية والرعوية، والدياكون مسؤول على الأمور الإدارية في الكنيسة، والاثنين ريبورت للأب الأسقف. بعدين النهاردة زي كده فكرة باي وان جيت وان فري، الأب الكاهن مسؤول على الأموال الحاجات الروحية والرعوية، ومسؤول أيضا على الأمور اللي هي الإدارية في الكنيسة كلها. طبعا الأمور الإدارية دي بتستهلك وقت الأب الكاهن، وده بيبقى على حساب الخدمة الروحية وحساب الخدمة الرعوية. مش كده الرسل كانوا واعيين قوي لما حصلت مشكلة إدارية توزيع الأكل على الأرامل بتوع اليونانيين؟ قال والله يصح أن نترك كلمة الله ونخدم موائد. دي مش أنا مسؤوليتي أبشر بالإنجيل، أكرز بالإنجيل، مسؤوليتي الخدمة الروحية والرعوية، إنما ديا نعمل لهم شمامسة يقوموا بيها. فأنا كنت يعني كتير بقول أنا ما عنديش مانع نرسم دياكون لو الدياكون رتبته هتتفعل، مش مجرد ان يساعد في التناول. لكن لو رتبته هتتفعل بمعنى يبقى مسؤول على الخدمة الروحية وسوري مسؤول على الخدمة الإدارية في الكنيسة كلها، مسؤول على خدمة إخوة الرب والنيو كامرز زي ما الدسقلية عينت، أنا ما عنديش مانع أبدا نعمل يعني نبتدي نرسم دياكون بالإضافة طبعا لخدمته في الهيكل ونناول الدم. زاد الدياكون لابد أن يكون متفرغ تفرغ كامل، ما ينفعش يبقى دياكون بيشتغل ويخدم كدياكون أو ترسم دياكون كامل، ما ينفعش. تقوانين الرسل تقول أيما أسقف أو قسيس أو دياكون عمل بعمل من أعمال الدنيا يقطع، ما ينفعش. فالدياكون ده لابد يكون متفرغ مكرس تكريس كامل، يلبس ملابس سوداء طول الوقت زي الأب الكاهن كده.
فهو ده دور الدياكون. لو احنا عندنا ناس والاباء كهنه يزكوهم واحنا بنقول له ده مش معناه يمسك الامور الاداريه ينفصل عن الاب الكاهن، لا، ده في الوصيه اللي بتتقال له وتكون تابعا للقسيس، يعني بيتبع الاب الكاهن، بس الاب الكاهن بيديله ارشادات عامه، انما هو اللي بيعمل كل الاكسكيوشن يعني، وبيعمل كل التنظيمات الاداريه. دور الشمامسه مهم جدا في خدمة الناس وأيضا في تمجيد الله والعبادة بالروح والحق ومساعدة الناس في الصلوات، مساعدة الناس في الصلوات. الشمامسة لما يكونوا بيصلوا من قلبهم وبيصلوا بالروح وبالحق الكنيسة كلها تقدر إن هي فعلا تصلي، لكن لما يكون في عجب وتظاهر بيبقى ديستراكشن للناس والناس ما بتعرفش تصلي. او الشماس اللي يعني الشماس مفروض قائد، مش بس هو صوته اللي مسموع، انما بيقود علشان الشعب كله يقول. ولما تسمع بقى الشعب هو اللي بيسبح ربنا، زي مثلا لما كنا بنصلي الأجبية دلوقتي كلكم كنتوا بتقولوا زك سباتري كاي وكاجنوماتي اللي هي المردات بتاعت القطع وكريا ليسون، كلكم صوتكم قوي وطالع بقوة، مفيش صوت واحد مميز فيه. كان جميل جدا، كان جميل جدا. ده مفروض كل مردات القداس تبقى بالطريقة دي. نقطة تانية يعني عايز أقولها بالنسبة للخدمة، في لويين إصحاح 10 في 4 من ولاد هارون اترسموا كهنة، ولكن ربنا زعل من 2 اللي هم ناداب وأبيه وأماتهما، يعني يوم الرسامة بتاعتهم كهنة ماتوا فيها. يقول لك لأنهما قربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها. دي مش قصتنا، بس أنا عايز أوصل هنا لما هما الاثنين ماتوا إيه اللي حصل. موسى، وقال موسى لهارون ولعاذر وإيثمار ابنيه، يعني فضل أن موسى هارون كان عنده 4 أولاد، 2 ماتوا في الاثنين التانيين اللي هما لعاذر وإيثمار وأبوهم اللي هو هارون. فموسى قال لهارون ولعاذر وإيثمار ابنيه في لويين 10 عدد 6 لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لألا تموتوا ويسقط على كل جماعة، أما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لألا تموتوا لأن دهن مسحة الرب عليكم. تعرفين خدمة العهد القديم بيسميه خدمة الظل، الظلال، لأنها رمز إلى خدمة العهد الجديد. قال لهم ده هارون 2 من ولاده ماتوا، قال له ما تخرجش عشان تدفن ولادك، بقيت شعب بني إسرائيل هيروحوا يدفنوهم، ما تخرجوش لألا تموتوا لأن ده مسحة الرب عليكم. طيب إن كانت خدمة الظل لها هذه الكرامة، وزي ما بولس الرسول في عبرانيين بيقول من خالف ناموس موسى على فم شاهدين أو 3 يموت بدون رأف، فكم عقابا أشر تحسبون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الجديد الذي قدس به دنس وازدار بروح النعم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ إحنا كشمامسة أحيانا ما نبقاش مدركين خطورة وقفنا في الهيكل وأمام المذبح. الكلام بيننا ما بين بعض، الضحك، الحركة الكتيرة، التليفونات ونبتدي نقرأ فيها، كل ده وقت القداس. هل ده يليق، يليق بالناس واقفة بتسبح ربنا زي مفروض يبقوا زي الملائكة اللي واقفين حوالينا العرش الإلهي؟ يقول لك اثنين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين من أجل بهاء عظمة مجده غير المنظور ولا منطوق به.
تلاقي مثلا خصوصا دي نشوفها مع الولاد الصغيرين خالص زهق كده قام يتمشى ورجع تاني يتمشى كده او راح لبابا ولا راح لماما ويرجع تاني كده. الشباب اليوز بقى يعملوا غير كده يروحوا خارجين متقابلين بقى في الحمامات ولا مش عارفين يقعدوا يتكلموا ويهاف فن وبعدين يرجعوا تاني. مش عارف ازاي يبقى شماس بيعمل كده. ده ان كان هارون لما اولاده ماتوا موسى قال له ما تخرجش كم وكم قداس العهد الجديد اللي نخرج ونتكلم ونتحرك. ده غير بقى الناس اللي بتيجي متأخرة وبعدين يقول لك انا بس جيت بعد عدات بعد تحليل الخدام بدقيقتين او انا دخلت وابونا كان بيقرا تحليل الخدام. اكأن كل الصلوات اللي اتعملت قبل تحليل الخدام دي ملهاش معنى وبتكلم على انه هو اتأخر دقيقتين بس وهو مش داري انه هو متأخر ساعة ونص. يعني قبل تحليل الخدام مفروض بنصلي صلاة باكر بنقول زكسولوجيت باكر وبعد كده بنرفع رفع بخور باكر بياخد لها حوالي نص ساعة ولو اضفنا نص ساعة اللي هي صلاة باكر وزكسولوجيت باكر ادي ساعة وبعدين المزامير وبعدين تقدمة الحمل وصلاة الشكر كل ده ياخد له ساعة ونص لغاية يعني تحرير الخدام. اوعى تفتكر انك لو دخلت وابونا بيقرا تحرير الخدام يبقى من حقك انك تلبس شماس. وبعد كده بقى يزعلوا او البيرنتس يزعلوا لو احنا جينا قلنا الولد مش يلبس شماس النهارده يزعل ويتخانق ويقول انتوا مالكوا كده متشددين ومتزمتين وهتطفشوا عيالكم عيالنا من الكنيسه. لا الحقيقه انت لو ربيت ولادك كويس فهمتهم ان الكتاب بيقول من يبكر الي يجدني والمزمور بيقول يا الله الهي اليك ابكر وخدت ابنك تجيبه بدري الكنيسه عمر ما هيطفش من الكنيسه. انما الطريقه بتاعتنا دي ان احنا بنعتبر ان كل حاجه لينا حق مكتسب اجي في الوقت اللي انا عايز اجيه واعمل اللي اعمله وابونا لازم يلبس ابني شماس ده مش صح. يعني احنا مش فاهمين. ايضا روح الصلاه في الكنيسه التسبيح ده عمل الملائكه وبنقول اعطيت الذين هم على الارض تسبيح السرافين. هل احنا بنسبح ربنا كما يليق به ولا لا؟ في اخبار الايام الثاني اصحاح 5 وعدد 13 يقول ولما كان صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتا بالأبواق والصنوب وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته أن بيت الرب امتلأ سحابه. يعني هنا بيقول لك لما صلوا مع بعض وصلوا بصوت واحد وكان هدف الصلاة تسبيح الرب وحمده مش مجرد ان انا تسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتهم بالصلاة امام ربنا ان بيت الرب امتلأ سحابة. وده يبين احنا لما بنيجي بنصلي فعلا بالروح وبنصلي ان احنا بنقدس الرب وبنصلي لان بنديله التسبيح اللائق زي ما بنقول في قوموا يا بني النور اعطنا يا رب يقظة لكي نعرف كيف نقف امامك وقت الصلاة ونرسل لك الى فوق التسبيح اللائق او التمجيد اللائق. بيت الرب امتلأ سحابا حلول مجد الرب وربنا حل وسط الشعب. فهل احنا فعلا بنصلي وبنسبح ربنا واحنا شعارين ان فعلا ربنا موجود قصادنا واحنا بنسبحه كما يليق به؟ وهنا نقطة
يعني برضو عايز أقولها أني ربما وقت المرابعة يعني زي مثلا لما بتقولوا الزكسولوجيات اتسوكي نكتبوا بصين لبعض لأنكم بترابعوا، لكن بعد كده مفروض كلنا بنبقى بصين للمذبح. يعني لما يجي الشمس يقول إلى شرق انظروا والشمس لسه بصين تجاه بعض، وده مش صح. وانتوا مش ضمن الناس اللي سمعتوا تنبيه إلى الشرق انظروا، فإلى الشرق انظروا يعني كلنا الشرق بتاعنا هو المذبح. ده يقول في مرات أسبازيتا، وكيد انتوا مش حافظين، والمرات الكبير يقول أيها الإكليروس وكل الشعب. فيبقى اللي هيتقال ده للإكليروس وللشعب مش للشعب بس. ارفعوا عيونكم نحو المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلهنا موضوعين عليه. فكان بيقول أيها الإكليروس، إكليروس يعني كهنة وشمامسة وكل الشعب، ارفعوا عيونكم نحو المشرق لتنظروا المذبح. فزي ما احنا واقفين طول القداس بصين تجاه بعض، طالما الذبيحة موجودة على المذبح ده الشرق بتاعنا، كلنا نقف وننظر إلى المذبح ونصلي. نقطة تانية، نقطة التسليم. هل أنا زي ما حفظت ألحان بسلم؟ يعني دي مسؤولية، زي ما أنت تعلمت مفروض تعلم. وأرجو أن يكون التسليم، تسليم الألحان وحصص الألحان ليس لها معلاقة بس بالامتحان، لكن تكون حاجات مستمرة. يعني هل الولد اللي رسم أبصالتوس ده وقف عند الخمس ألحان اللي هو حفظهم وامتحن فيهم وبس على كده، ولا بنسيبها لكل واحد ومهارته وحسب ما هو عايز يحفظ ألحان ولا ما يحفظش ألحان؟ وإيه دور أمناء الشمامسة في إن هم يتأكدوا إن في دروس ألحان لكل الأبصالتوس اللي ترسم؟ النهاردة رسمنا بتاع 50 أبصالتوس، هل أمناء الشمامسة بيهتموا بيهم، يفتقدوهم، يسألوا عنهم، يشوفوا حضورهم في حصص الألحان، وإن هم بيتسلموا ويبتدوا يحفظوا الألحان السنوي وبعد كده ألحان المناسبات الألحان الكبيرة وبيتدرجوا في الحفظ، ولا لا؟ أيضا التسليم في القيادة، يعني هل أنا كقائد بعمل صف تاني بعدي ولا لا، بحيث إن لو حصلت ظروف وأنا يعني ما بقتش القائد، هل هيوجد صف تاني وثالث ورابع بعدي، ولا هيحصل استراجل في الكنيسة؟ أيضا نقطة يعني برضو أختم بيها، التنسيق مع الأب الكاهن. يعني أحيانا الشمامسة يفضلوا يطولوا في ألحان طويلة جدا، وأنا طبعا يعني أنا شخصيا بحب الألحان، فدي حاجة يعني ما بتضايقنيش، لكن الوقت كله بتاع القداس لازم يكون محسوب. فأنت مثلا زي الصوم الكبير ممكن تبتدي تروح تقول هيتن الكبيرة بتاعت الهيتنيات، تروح قال قريبة مفقي الطويلة بتاعت الإبراكسيس، وتفضل عمال تطول تطول في الألحان، وانت عندك في هيتقال كمان مغالو، وهيتقال قابل شويس يسوس بخرسوس ربنا يسوع مسيح صام عنا 40 يوم و40 ليلة. فتلاقي انت وخصوصا كمان لو في رسمات شمامسة، يعني النهاردة رسمات الشمامسة اخدت حوالي 40-45 دقيقة، فتلاقي الوقت المتبقي للقداس بوقت صغير، فتلاقي ابونا عمال بيكر في القداس بسرعة علشان يلحق بس يخلص، خصوصا لو في شعب كتير هيتناول، وابونا لوحده هيناولهم كلهم جسد ويناولهم كلهم دم، فما بقاش في وقت ان ابونا يبتدي يقول مثلا جزء من القداس الغرغوري او جزء من القداس الكرولوسي، او يصلي كرولوسي كله او يصلي غرغوري كله، علشان الشمامسة قعدوا يمطوا في ألحان. هنا مهم ان يكون في تنسيق بينك ما بين الاب الكاهن، يعني ما بين القائد الشمامسة وما بين ابونا، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش.
ودي نقطة مهمة عشان ما تقعدش يعني احيانا من الحمل لغاية قراية الانجيل تتقال الحان كتيرة جدا ويفضلوا يطولوا فيها وما نقدرش مثلا نقول الاصبصمصات. يعني الاصبصمصات بتاعت صوم الكبير دي كلامها جميل جدا. الاصبصمص الاضام اللي هو لانك لا تشاء موت الخاطي. تخيل بقى لما انا اخش الكنيسة واسمع الشمامسة بتفكرني انك لا تشاء موت الخاطي مثل ان يرجع ويحيا ردنا يا الله الى خلاصك. او الاصبصمص الاضام انا اعرف انك الواطس قصدي انا اعرف انك اله رؤوف صالح رحيم اذكرني برحمتك الى الابد. يعني الاولويه في المناسبات لالحان المناسبات. في الحان ممكن تتقال في اي وقت فانت ادي اولويه لالحان المناسبات. لكن لما تقعد تقول بقى الالحان الطويله الثانيه مش هتقدر تدي نقول اصبصمص اضام ولا اصبصمص واطس لان برضو ابونا مش عايز القداس يعني يطول. الناس اوريدي بتقول بتشتكي القداسات طويله مش عايزين نطولها اكتر من اللزوم. فهنا برضو مسؤولين الشمامسه او اللي بيقودوا الخرس مفروض ينسقوا مع ابونا في ان هم ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. وخصوصا لما نيجي لليالي الاعياد يعني ليالي الاعياد مفروض او اي مناسبه ابونا هيصلي القداس مثلا من الاغريغوري ففي حاجات تنسقها. يعني في حاجات ممكن تتقال يوم حد الزعف وما تتقالش عيد القيامه. انا بتكلم عن حكايه السنه مش الحان المناسبه. فيبقى دي تنسيق ما بين حد الاشعانين واحد القيامه. علشان فاكر مره من كام سنه حضرت ليله عيد قيامه فقعدوا الشباب سألوا مش عارف البولس الفريحي والتن كبير وقعدوا يقولوا الحان الحان الحان. انا فاكر العظة بتاعت القداس ابتدتها حوالي مثلا الساعة 11 وتلت. بعد كده طبعا القداس صليته بسيلي صليته سريع وبالكاد يعني ابتدينا التناول 12 ونص ولهذا كانت 10 دقايق. ما ينفعش لازم تنسق مع أبونا علشان يعني القداس ياخد برضو راحته. يعني قداس المؤمنين ده أهم جزء في القداس ياخد راحته برضو في القداس. طبعا الكلام عن خدمة الشمسية كلام كتير. أنا الحقيقة حبيت بس ألم موضوعات عامة وتنظيمية في لقائنا النهاردة. لكن أتمنى مثلا في زياراتي هنا نشفل مرة أعمل اجتماع خدام ومرة أعمل اجتماع شمامسة وبالطريقة دي نقدر نناقش أمور تانية في خدمة الشمامسة بأكثر عمق وبأكثر يعني تفصيل وكان يبقى ليكم أسئلة نقدر نجاوب عنها. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بالنسبة لوقت التوزيع طبعا كل ما نخلي الناس تشترك معانا ده أفضل بكتير. فأحيانا بيكون الوقت طويل هم بيرجعوا ان هم يقولوا ألحان كبيرة مثلا زي في الصوم الكبير ونشت المستريون. لكن أنا أفضل ان نبتدي الأول طبعا بسبح الله وأرجو يعني ما فيش ألحان بنعيدها أكتر من مرة بأكتر من لغة غير أصومين تكريو في صوم الرسل. والهدف من أصومين تكريو بيتقال بأكثر من لغة علشان التكلم بألسنة. عشان كده بنقوله يوناني وقبطي وعربي وإنجليزي نفس الربع. إنما أحيانا يبتدي يروح يقوله مثلا سبحوا الله بالإنجليزي وبعدين يرجعوا يعيدوها تاني بالعربي. التكرار ده ملهوش معنى. لكن أتمنى أن نبتدي بسبحوا الله طبعا ده المزمور 150. بعد كده نبتدي بالمدايح. والمدايح نشكر ربنا موجود على السكرين ونشجع الناس ان هم يقولوا معانا. يعني اللقاء ده يشجع الناس يقولوا بحيث اللي عارفين عربي بتقولوا ربعين عربي وربعين انجليزي. اللي عارفين عربي تبقى الكنيسه كلها بتقول عربي وكل اللي عارفين انجليزي يقولوا انجليزي. وبعد ما نخلص لو فرضنا خلصنا المدايح
وابونا ما كانش لسه خلص، ممكن بقى نبتدي نقول مثلا لحن زي اونشت المستريون او حاجه زي كده، لان ده مش كل الناس حافظاه. انما مثلا في الايام الثانوي في اويك الناس حافظاها، وابتديتوا في كنائس بيقولوها بالانجليزي يعني لحنوها على الانجليزي، فدي ممكن الناس تشتري. يعني اللي انا عايز اقول في الحان التوزيع، ندي اولويه للحاجه اللي الناس عارفاها عشان تشترك، لان البديل ان الناس هتتكلم. واسوأ ساعة في الكنائس القبطية هي ساعة التوزيع، برغم دي اقدس ساعة. كمية الدوشة مع حركة الناس هما بيتناولوا مع كلام مع الناس بتبقى حاجة يعني بيبقى زي سوق كده. لكن لو انا ابتديت اقول الالحان او المدائح اللي الناس حافظاها وخليهم يقولوا معانا واشركهم يقولوا معانا، بالطريقة دي الدوشة هتختفي وقت التوزيع. فمهم جدا ان احنا نشرك الناس معانا، مش بس وقت التوزيع لكن في كل القداس، لكن وقت التوزيع له اهمية خاصة علشان نحافظ على الهدوء في الكنيسة. بالنسبة للمنجلية احنا للأسف برضو ما بنقراش الإنجيل قبطي، يعني احنا بنقرأ الإنجيل إنجليزي وما لحد بس ما بنقراش الإنجيل قبطي. لكن يعني طبعا أنا أحب إن احنا حتى لو بنقراش إنجيل قبطي يبقى المنجلية القبطي موجودة، وزي ما أنت بتقول تبقى موجهة لناحية الشرق، فهو ده الطقس السليم. وزي ما بيبقى موجود في أسبوع الآلام، يمكن الطقس ده احنا حافظينه بس في أسبوع الآلام علشان بنقرأ المزامير بالقبطي وكده يعني. لكن يعني يا ريت كل الكنائس تهتم بوجود المنجلية القبطي وتبقى موجهة ناحية الشرق، لأن هي أكشن كل القراءات المفروض كانت بتقرأ ناحية الشرق، لأن القراءات تقرأ بروح الصلاة. هي اللي بتبقى موجهة للشعب ده. لو أنا مثلا كنت نقرأ قبطي والشعب مش فاهم القبطي فبيفسر له باللغة العربية، فأنا اللي بفسر بترجم للناس فببص للناس لأن دي ترجمة. إنما يعني الأصل أساسا يعني البولس والكاثوليكون والإبراكسيس كل القراءات هي بتقرأ بروح الصلاة، فلأنها بتقرأ بروح الصلاة كلها كانت بتتوجه والواحد بيصلي القبطي. والطقس ده موجود حتى في أسبوع الأيام، يعني أنتم مثلا تيجي تقولوا إزفيتي أو تي أبوستولي بتبقوا على المنجلية القبطي بصين، أو إبراكسنتون يوم الخميس الكبير بتبقوا بصين ناحية الشرق، فهي القراءات كلها مفروض تبقى ناحية الشرق أكشن يعني. فطبعا دي يعني ياريت انها ترجع تاني. بالنسبة لموضوع الصليب والبشارة، هو الحقيقة لا، اللي تعودت عليه ده غلط. الطقس السليم اللي موجود من زمان، وده كان موجود يعني وانا طفل صغير كنا نمسك الصليب بس. بس خلينا اشرح، هو انت ليه بتمسك الصليب والبشارة؟ الشماس في كل مرضاته، ودي برضو احيانا بعض الابيدياكون برضو مش واخدين بالهم منها، ان استقصى عشية ابونا بيبقى واقف بره زي ما كان في خيمة الاجتماع مذبح البخور خارج قدس الاقداس، فما ينفعش يبقى ابونا واقف بره ويبقى الشماس واقف جوه بيرد المرضات من جوه. فالشماس بيبقى واقف ورا ابونا ومسك الصليب، يعني ابونا بيبقى واقف هنا بره بيقول اشليل، الشماس واقف وراه ورفع الصليب بيقول ايه ببروسف كيس صاصيتي، وهكذا. يقول ابونا صلاة الشكر، الشماس بيقول بروسف اكساستي وطلب لك ارحمنا الله، وهو واقف بره. بعد كده خلصنا صلاة الشكر، فالشماس بيخش يجيب الشورية لابونا، وابونا بيدخل وابونا بيضع البخور في الشورية. وباي ذا واي برضه بيكون في مرد هنا سرا للشماس، واثناء ما ابونا بيقول اشيط البخور، اشيط بخور عشية او باكر او البولس او الابراكسيس، في صلوا من اجل ذبيحتنا هذه والذين قدموها. كثير من الشمس مش عارفين حتى ان يوجد مرض يعني، ومن الابتياك ففي مرض هنا انت المفروض بتقوله سرا.
صلوا من أجل ذبيحتنا هذه والذين قدموا. المهم والشماس بيفضل ماسك الصليب وبيقول الأواشق صدمون. إيه بقى موضوع البشارة هنا؟ البشارة اللي أمسكها الشماس غير في أشيط الإنجيل، لأن هنا بيقولوا بقى صلوا من أجل الإنجيل المقدس، فالشماس بيمسك البشارة، وكان في الأصل البشارة دي دقة مارس اللي أبونا بيقرأ منه، فبيعمل بعد دورة الإنجيل جوه الهيكل بيفتح له قتمارس ده وبيقرأ منه. لكن أنا ليه بمسك البشارة؟ أقول لكم ابتدت إزاي. لما ابتدوا يرسموا الأطفال الصغيرين أبسالتوس، فهم ابتدوا عايزين يشجعوا الولاد، فواحد طلعت في دماغه إنه واحد مسك الصليب، فجي واحد راح جاب عيل تاني لقى والدين واقفين في الهيكل، قالت وانت حبيب مسك البشارة لفق صدمون وعدت ومحدش صلحها، وبيقتقص في الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية. إنما حكاية الصليب والبشارة دي لا هتلاقيها في أي كتب ولا لها شرح ولا لها معنى. يعني أنا عايز بس حد يشرح لي إيه معنى، طب في أشيط الإنجيل لها معنى، لكن إيه معنى الصليب والبشارة في دورة البخور؟ يقول لك علشان بيكرزوا بالإنجيل. ولكش الإنجيل ما تكتبش غير لغاية آخر القرن الأولاني، اكرزكت بصليب المسيح. فلو انت حتى عايز تتأمل فيها، وطبعا في فرق بين التأمل والتفسير، عايز تتأمل فيها ما كرزكت بصليب المسيح. العهد الجديد آخر سفر اتكتب فيه اتكتب في أواخر القرن الأول. فالرسل أكشن لما كانوا بيكرزوا، وبولس لما كان بيكرز، كانش العهد الجديد لسه اتكتب كله. فهما كانوا بيكرزوا ليه؟ لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وهي مصلوب. كانوا بيكرزوا بالصليب والقيامة، دي كانت كرزة الكنيسة. عشان كده هو الصليب بس اللي هو بيتمسك في دورة بخور. زي أقول لكم على حاجة، في أحيانا حاجات تنتشر ولا الواحد بس ما لقطهاش بالتقص في الكنيسة الإبطية. يعني في حاجة ابتدت تنتشر أخيرا كده بقى لها يمكن إيه 5-6 سنين، وعرفش إيه الأصل، يعني جات منين مثلا، إن تلاقي الشماس ابتدى يحط الصليب والبشارة في الناحية الشرقية من الهيكل، يحط الصليب على اليمين والبشارة كده على الشمال. ده مش مكان الصليب والبشارة، مكان الصليب والبشارة بيتحطوا على يمين المذبح من ناحية الثوز من ناحية الجنب. أنا معرفش ليه، يعني مين اللي طلع فكرة إن يروح حاطط الصليب هنا وحاطط البشارة هنا من أول القداس. خليني أشرح لكم القصة دي بسرعة. القداس في مراحل متعددة. في رفع بخور عشية وباكر احنا واقفين كلنا خارج المذبح، كلنا خارج المذبح، وابونا لما بيدخل المذبح بيدخل في البخور، يعني في غمامة او سحابة من البخور، وبيدخل المذبح بسحابة البخور دي. فدي بترمز الى المسيح المحتجب في العهد القديم، وهو محتجب في البخور في الضباب في السحاب. فده رفع بخور وعشية وباكر، فكلنا واقفين بر. يجي بقى وقت الحمل، هنا المسيح حمل الله الذي يحمل خطية العالم، فبيبقى الحمل هو اللي موجود، وأبونا بيمسكه في رفع بخور في دورة الحمل ويقول وأونا أطايو إلى آخره. بعد كده بيبقى المسيح المعلم، البروسفارين بتغطي بيه الخبز والخمر، و القتمارس مفتوح دليل ان المسيح هو دلوقتي وقت التعليم، والبشارة بتبقى موجودة هنا قصاد المذبح وعليها الصليب او جنبها الصليب، وتفضل البشارة والقتمارس المفتوح المسيح المعلم لغاية قداس المؤمنين. فبنبتدي نقول بقى المسيح الذبيح، بتترفع البروسفارين. عشان كده بعد تقبلوا بعضكم بعضا يجي بقى ياخد الشماس وياخد البشارة ويحطها وراء الكرسي بتاع الكاس. ليه بيحطها وراء الكرسي؟ احنا مش بننظم الهيكل دلوقتي، يعني مش خلصنا البشارة فبنطبقها وبنشيلها، لا، دي ليها معنى. ان خلاص فاكرين يوم ثلاثة البسخة سيد المسيح قاعد يقضي اليوم كله في التعليم، وبعد كده يقول لك خرج وما رجعش للهيكل تاني يعلم. الاربع اعتكف فيه، الخميس قدم فصح والإفخارستية، وجمعة صلب على الصليب.
فهنا زي ما المسيح خلاص بطل يعلم، القطمرسات بتتقفل ما بتتسابش مفتوحة لغاية آخر القداس، والبشارة توضع وراء الكرسي بتاع الهيكل اللي خلاص دلوقتي المسيح الذبيح اللي هو جاي عشان يقدم نفسه الذبيحة من أجلنا. فأرجوكم مش عشان شفت حاجة في مكان تاني تروحوا مغيرينها. أنا بروح كنائس كتير لا تدري يحطوا لي الصليب والبشارة من 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 وراء المذبح، يعني وراء الكاس من بداية القداس، معرفش مين اللي اخترع دي. فبتنتشر، وبعدين لما تنتشر يبقى طقس، وهنا بنيجي نصلحه يقول انتوا ليه بتصلحوا الحاجة أو ليه بتعملوا حاجة غلط. أما بالنسبة لصلاة التجنيس فللشماس الكامل، مش للأبصرت وصلاة الأغنص، صلاة التجنيس بتاعت الشماس ده للشماس الكامل أو الأرشيدياكون الفول ديكون أو الأرشيدياكون، فدي بتقر على صلاة التجنيس. في موضوع التوزيع بيكون من الأفضل إن إحنا ندي فرصة للشعب المشاركة. في حاجات كنا بنقولها للأسف مش عارف إحنا ده تحت بند التنانين أو المدايح، إحنا بطلنا كلها. يعني مثلا لو إحنا نازلين على 50 كنا زمان بنقول على نشاط الفجر ده بطلنا كلها، ممكن كنا بنقول طبعا بطلنا كلها. برضه في الأيام الثانوي في تنانين كنا بنقول عربي وإنجلش اللي هي ليلة العشاء سري. دي كلها ترانيم، والترانيم دي بتعتمد على العاطفة أكتر من يعني التسبيح الله. إنما لو تبص على المدائح اللي موجودة مثلا مدائح الصوم الكبير تلاقي كل مديحة مرتبطة بالأحد، النهاردة مثلا أحد التجربة، أحد الابن الدار، أحد السامرية إلى آخره يعني. لكن فعلا جت فترة كده انتشرت فيها ترانيم، وبعد كده بقى يعني دخلت في ترانيم تانية كثيرة يعني ملهاش علاقة بالذبيحة اللي موجودة على المذبح أو بإنجيل القداس النهاردة. فعلشان كده يعني احنا خلينا نلتزم بالمدائح اللي الكنيسة اعتمدتها، وديا بيبقى ليها علاقة زي بإنجيل القداس أو ليها علاقة بالتناول وسر الإفخارستية، ده يكون أفضل من الترانيم، خصوصا الترانيم دي لم تعتمد من مجمع مقدس ولم تعتمد كصلاة لترجية ممكن نستخدمها في صلوات القداس الإلهي. لا ملهاش علاقة بالقدسية، ده جسد المسيح وده دم المسيح، لكن هي نقطة تنظيمية، يعني نقطة تنظيمية هو ممكن يساعد. ما هو مين بيناول الجسد؟ اللي بيناول الجسد أبونا اللي هو ماسك القداس اللي هو بيستلم، فلما بيكون معاه دياكون فالدياكون بيساعده في تناول الدم، لو معاه كاهن تاني الكاهن التاني هو اللي هيساعده بس، لكن ما فيش حاجة اسمها الجسد أقدس من الدم. ليش الناس يبقى يلمس الأواني مفروضة وما يلمسهاش؟ الشماس الكامل ممكن، لكن الشماس اللي بيدياكون مسموح له ان هو ينشف الاواني بفوطة او يمسكها بالفافة مش بايده، ده الابيدياكون. هل ممكن زينا نقول كما ان الاواني مكرسة تحتاج الى مكرسة من جسها؟ يعني نقطة جميلة، زي ما الاواني مدشنة مكرسة فمحتاج واحد مكرس يعني. لا لا لا، وحبيبي بتاع الجمعة العظيمة واللي عند الصليب وخفة مريم، ده كل ده صلوات غير الليتورجية، وهي مبنية على المشاعر والعاطفة. وسيد المسيح قال يوميها يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل أبكين على أنفسكن. فنقعد نومح ونقول وحبيبي وحبيبي، يعني الكلام ده مش قارن ترنيمة كده كلها مشاعر وعاطفة تقطع القلب، وقارن بين الألحان اللي مليانة لاهوت زي لحن أمونو جنيس، ولا يقول لك قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة، ولا بيك ثرونوس كرسيوك يا الله الله، تلاقي سماء وأرض، يعني أنت بتقارن إيه بإيه؟ فزي تاخد تهبط بمستوى صلوات الجمعة العظيمة لمستوى مجرد مشاعر وواحد كده يعني عمال يبكي فضل. لحد العيد بيقص
بعد كده ليتا قال ان القانون الايماني كامل وان هو ما ينفعش قانون الايماني يشيل جزء منه. لا انا احكي لك القصه. اسبوع الاعلام طول عمره قانون الايمان مش ممكن بيختصر فيه مثلا نقول وتألم وقبر وبعد كده يعني حسب خميس العهد بيختصر فيه وسبت العازم. المشكله حصلت ان بعض الناس جم في الخمسين المقدسه طول الخمسين ويقول وقام من الاموات نعم نؤمن بروح القدس لغايه عيد الصعود، وبعد الصعود يقول اصعد الى السماء وجالس على يمين ابي. فهنا المجمع المقدس قال ما ينفعش نقعد شهرين في السنه ما نقولش قانون الايمان كامل. انما ده يوم خميس العهد ده يوم واحد، وسبت النور ده يوم واحد، فدولت يومين والكنيسه كلها عايشه في يعني الزمن النهارده لسه المسيح ما اتصلبش، الجمعه اتصلب الى اخره. لكن قانون الايمان يقال كاملا في طول اسبوع يعني الخمسين المقدسه. لكن في خميس العهد وسبت النور بنراعي في الطقس بتاع الكنيسة بتاع طقس أسبوع الآلام. هل في مثلا في قناة انا مش شاطر في التكنولوجي، بس انا عارف ان في ساوند كلاود وعارف في يوتيوب. انا اللي عايز يشغل ما ساوند كلاود ده اوديو. في التناول شايفنا بنناول بالدور اللي صديقين في الاول طبعا لو الكنيسه نظمت التناول يعني ديور الكوميونيون ان اوردر، يعني زي ما احنا بنصيب لما يكون مثلا في اسقف او كهنه الاول بيتناولوا الاسقف وبعدين بيتناولوا الكهنه وبعدين الشمامسه. الهنا اله نظام. فطبعا من الافضل ان يعني لو في عندنا كذا لانك يتناول الاول للصديكونز بعدين يتناولوا الدياكونز الاغنوستوس بعدين ابسالتوس بعدين نوزع. لو كنائس اهتمت بتنظيم التناول بالطريقه دي تبقى دي حاجه كويسه. لكن ده مش معناه ان دولت ارقى من دولت او دولت اعلى من دولت. فكره الترقيه نفسي انها تتلغى، انما ده نظام يعني النظام في الكنيسه. زائد برضو في بعض الناس يحسوا ان الاكثر اهميه هم اللي تناولوا في الاخر، فتلاقي بعد مثلا الواحد خلص التناول ابتدى يطلعوا له بقى ناس كده من الشمس يعني كانوا مستخبين فين يعني. فيعني اتناول في الاوردر بتاعك. لو انت صديق اتناول مع صديق، لو انت غنوصص اتناول مع غنوصص، لكن ما تقعدليش في اخر القداس فجاه يجي واحد انا ما خدش لسه الجسد. طب وبعدين لو كان الجسد خلص يعني انت هتجيب لك جسد منين يعني؟ تقليد الكنيسه. يعني لو الكنيسه كانت اعتمدت ده وسط المدائح بتاعتها القانونيه يبقى الكنيسه على الكالسفاي ده از مدائح. لو الكنيسة قالت مش موجود في كتاب المدايح يبقى ده مش مدايح يبقى ده تبني. بس نعم مرة ذلك النكبة والرسول عشان مثلا يعني مثلا مدينة النكبتين انت عايز يعني موجودة في الكتب مثلا يا ربنا أولى السلام خمسين دي موجودة بس المدايح بتاعتها مش على نكبة المدايح بقى يعني it's more simple. يعني how do we know what is the plus الصبر والنكبتين انت عايز أنا هاي ما درستش إزاي هما أضافوا إن فدينا دعانا، إزاي أضافوا يا ربنا مولى السلام، يعني هاي ما درستش زي. بس خلاص يعني من إحنا صغيرين لأن كتاب المدائح اللي هو معتمد اللي عليه طرس البركة من أيام البابا كيرلس الخامس هو ده كتاب المدائح اللي إحنا بنستخدمه. فخلاص يعني بصينا يعني ده واخد أكشلي اعتماد من الكنيسة، فكل ما موجود فيه بنعتبره إن هو ده اللي الكنيسة اعتمدته. إنما حاجات خارج ما الكنيسة اعتمدته بنقول لا يعني مش هضيف حاجة تانية. ممكن بقى لو حد أضاء يعني قدم ده للمجمع والمجمع اعتمده وتضاف إلى المدائح مفيش مانع. ودي تزود لي يعني سانك إنك قلت الحكاية دي.
دلوقتي بقى كل قديس يعني ملهوش مديحه ولا زكسولوجيه، الاقي حد راح كاتب زكسولوجيه وحد راح كاتب ابصاليه للقديس ده ويبعتوها لنا ويقول لك زودوا ده في كابتك ريدر، وفي نفس الوقت يعني ما عدتش على لجنه الطقوس ولا لجنه الليتورجيات، وابتدى النهارده الزكسولوجيات يعني خلاص اي واحد يقدر ياخد له كام كلمه كده ويعمل زكسولوجيه او يعمل مديحه، وابتدت تبقى في مدائح ركيكه جدا، يعني احيانا في مدائح للقديسين ركيكه جدا لان اللي الفها لا هو عنده موهبه التاليف، ويعني فانا يعني خطوره جدا ان نبتدي نزود حاجات، مش لازم كل قديس يقول له مديحه، مش لازم كل قديس يقول له زكسولوجيه، مش لازم كل قديس له ابصالية، مش لازم. وبعدين اللي يعني عايز يألف حاجات زي كده يبعتها للمجمع المقدس تاخد الاول ابروفال وبعدين تتنشر. لكن في حاجات كتيرة النهاردة اتنشرت والاقي واحد جايب لي يقول لي دي زكسولوجية مش عارف لمين، معرفش مين كتبها، ويقول لك ممكن تزودهن على كابت كريدر. او صلاه الاسم مثلا، يعني في صلاه اسم يمين وشمال معرفش مين كتبها ولا مين حطها ولا مين جمعها، عشان كده احنا ودونت يعني ودي نوت انكلودد في الخلاجي ولا في كابتك ريدر. يعني الاسم اللي هي ليها مرجعيه والكنيسه ضمتها لكتاب الخلاجي المقدس هي دي اللي احنا حطيناها في كابتك ريدر، انما اسم كتيره 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 معرفش جت منين ومعرفش مين كتبها، وهل هي عدت على المجمع المقدس ولا لا؟ فيعني مش كل حاجة تتكتب وتتنشر في كتاب وأقول صلوات قسم بيت قسم معتمدة في الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية. رفع اللفايف بعد القداس، اللفايف الشمام سبع وشايلين لسه أبونا ما صرفش مراكز ذبيحة، الشمام سبع وشايلين اللفايف. نقفة الأنبا متاوس له شرح لذيذ على الحتة دي. بيقولك لما تيجي اللفاف تتشال كده بدري كأن مثلا الواحد بيوضب بيته عشان ضيف جديد جاي، فقعد يوضب ويفرش كده، واول ما الضيف راح داخل رحنا شيلنا كل الستاير والسجات اللي محطوط كده يعني. فقال ده بالظبط كده، يعني المسيح موجود معنا على المذبح، يعني يمكن لما ابونا يغسل الاواني يعني خلاص يعني يتناول الجسد والدم وخلاص بنغسل الاواني، يجوز هنا ان اللي عايز يلم نفايف او من الافضل ينتصر لغايه صرف ملك الذبيحه، يعني مش تفرق الثلاث اربع دقائق دول يعني. لكن طبعا طالما يوجد اجزاء من الجسد او جواهر لسه بتتناول او الدم لا يجوز ان احنا نلم الفرش، لان لسه المسيح موجود معانا جسديا مع المذبح وموجود معانا في كل وقت يعني، بس موجود معانا بجسد الدم معانا في المذبح. اتفضلوا يا ربنا يسوع المسيح، يا من صام عنا 40 يوما و40 ليلة اقبل اليك صومنا، اغفر خطايانا، اسمح عن اثمنا ان احنا كمالنا المسيح الذي يضيق كل ايام حياتنا بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عن كل حين. والدة الاله القديسه الطاهره مريم وسيرسوف الملائكه والاباء والانبياء والرسل والمبشرين والنبيين والشهداء والمساك والسواح والعباد والمجاهدين الذين ارضوا الرب عبانا من سلاح كل الحين، بركه ملائكه هذا اليوم، بركه قديس هذا اليوم، بركه رئيس الملائكه الكريم حنا العمدان وسادات الاباء الرسل، بركه مال ورزق رزق دار مصرين، الشهيد العظيم ملك الجيش والشهيد العفيف الدميان، وبركه الانبا انطونيوس والانبا اسكام والاخوان الانبا موسى، وبركه السيد العذراء طاهره مريم، وبركه الصوم الكبير لازم الخصم الصالح، وبركه السيد العذراء طاهره مريم واولاد اخرى، بركتهم المقدسه ونعمتهم وقوتهم ومعاناتهم وشفاعتهم وهيبتهم تكن معنا جميعا امين. باخر السجود نوتي امين.